بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني أخواتي المتابعات فين ما كانوا، داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم في فيديو اليوم اللي غنقدم لكم فيه الكسكس. اليوم الجمعة بعد جمعة مباركة عليكم وعلى الأمة الإسلامية كافة. اسمحوا لي بزاف البنات على التأخير لأنني كنت مريضة شوية واحد الأسبوع، وهكا صحية كان ضرب لي البرد، ودابا الحمد لله. ودابا غنتابعو الفيديوهات ديالنا إن شاء الله بإذن الله. غنقدم لكم هاد الوصفة ديالي السهلة والبسيطة ديال الكسكس. كنتمنى منكم تابعوني. عندي هنايا البرمة، غندير شوية الزيت العود والزيت العادية، وغنضيف الدجاج ديالي باش يتقلى. وغنخليه شوية ومن بعد نرجع ليكم. دابا البنات غنضيفو البصلة، شوية د البصلة، وغنضيفو ربطة ديال القزبور والمعدنوس، وغندير العطرية. عندي هنايا العطرية ملحة، والعطرية مخلطة، كنت هكاك مخلطة هاد المرة. دابا ملي تقلع الدجاج ديالي عندي هنايا الماء السخون، غنضيفو عليه المرق. ودابا غندوز باش نحضر الخضرة ديالي. عندي البنات في الخضرة هاد القرعة غنقطعها دابا، وعندي ما عنديش الخضرة بزاف، عندي غير غندير البطاطا وندير خيزو. دابا غنحط التليفون لحقاش السيبورة ديالي تهرسات، كنصور غير بوحدي باليد. المهم غنحط حتى نوجد الخضرة ديالي وتابعوني. دابا البنات وجدت الخيزو، قطعتو هكا بهذا الشكل، غنزيدو هنايا في البرمة يطيب ليا مع الدجاج. وعندي هنايا القرعة قطعتها بحال هذا الشكل، غنضيفها هنايا، غنديرها تعسل ان شاء الله. سمحوا لي كنصور غير باليد. صافي غنديرها هنايا طيب، نتلاقى معكم. غنزيد البنات هنايا شويه د الملحه، وندير شويه د العطريه، وندير شويه د القرفه. ونخلي السكر حتى الاخير حتى يقرب يطيب، وندير السكر ان شاء الله. عندي هنايا درت البنات الكسكس في البصله، درت شويه ديال الملحه، وغنضيف ليه شويه ديال الزيت الروميه، شويه ديال الزيت البلديه، وغنفتلو وغنفتلو شوية هكا. كنعرف البنات كلشي كتعرفو ديرو الكسكس، ولكن بغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي اللي هي سهلة. سمحو ليا كندير غير بيد وحدة، خصني ندير بجوج يدين. وقيل لاحظتو الصوت ديالي مغاير لحقاش مريت بواحد المرضى، الله يعافيكم ويعافيني يا رب العالمين. كنت مريضة عليها، غبت عليكم شوية في سيمانة، أنا ما لوحت حتى واحد حتى فيديو. دابا
هنسقيه بالماء السخون، هنعطيلو الماء مليح مزيان باش يشرب. ونخليه يشرب الماء. دابا البنات منين شرب الكسكس ديالي مزيان وفتلتو بين يديا، رجع رطب. دابا غنعمرو في الكسكس باش نمطو يتفور ان شاء الله. تابعوا معايا. دابا غنزيد الفوالو ونزيد البطاطا ديالي عاد من فوق، ندير الكسكسو باش يتفور ان شاء الله. دابا المشاهدين ديالي غنعاود نفتلو مرة ثانية راه سخون. دابا غنزيد شوية د الزبدة، كانت عندي في التلاجة ودرتها شوية د السخون. قبلوا عليا هاد النهار على هاد التصوير. أنا بوحدي في الدار، وليدات كاع مشاو للمدرسة. نزيد شوية د الماء. كاينين اللي كيديروا الماء الملح مع الماء في هذه المرحله، انا كنفضل نديرها في الاول. صراحة درت هاد الفيديو باش نطلع عليكم لحقاش توحشتكم، هادي مدة ما شفتكم ما تعودت معكم. ايوا كي دايرين اش كتعاودوا؟ دابا الوليدات راه بداو الدراسة، الله يوفقهم وينجحهم ان شاء الله، تشوفوهم كي بغيتو يا رب العالمين. نتوما وليدات جميع المسلمين يا ربي. دابا غنرجعو للكسكاس ونرجعو الفرن، ها هو البنات الطبق النهائي ديال اليوم ديال الكسكس ديالي. كنتمنى يعجبكم، وما تنساونيش من لايك واشتراك الى عجبكم الفيديو، وكنتمنى اللي ما اشتركش معايا يشترك. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير زوينين اللي كتخليو لي دائما في الفيديوهات اللي كندير. كنشكر المشتركين جداد اللي انضموا لقناتي، وكنتمنى نكبر بكم ان شاء الله ومعاكم يا رب العالمين. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء.